ازاي قدرت احول جسمي من كده لكده؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو النهارده. لو لسه اول مره تشوفني، انا اسمي ماجد، انا بتمرن هنا في البيت بقالي من 7 ل 9 سنين، وبعمل كل الترانسفورميشنز ليا والناس صحابي برضو هنا من البيت. في حلقه النهارده هجاوب على كل الاسئله المتعلقه بالبوست اللي انا نزلته على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ازاي عملت ترانسفورميشن دايت في البيت، خدت مني وقت قد ايه، وايه الدايت اللي انا كنت بتابعه. بس قبل ما نبتدي الفيديو النهارده، يا ريت لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جايه، وتديني لايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا نبتدي. من اكتر الاسئله اللي شدت انتباهي قوي هو: كوتش، هو انت بتلعب تمرينات ايه للجناب، او بتلعب تمرينات ايه لعضله البطن علشان تظهر، عشان تشيل من عليها الدهون؟ شباب ركزوا معايا لو سمحتوا. مفيش تمرينه في الكون كفيله ان هي تنزل لك دهون من منطقه معينه. اللي بيقول لك كده ده بيحور عليك. تمرينات البطن اللي انت بتتمرنها ما بتطلعلكش عضلات بطن، تمرينات الجناب ما بتنحتش الجناب. انت الموضوع كله يا جماعه ان هو بيشد بس عضلات البطن. ايه الحاجه اللي بتظهرها؟ ده النظام الغذائي. طيب الترانسفورميشن دي خدت مني وقت قد ايه؟ خدت مني 5 شهور، من بدايه شهر 6 لحد اخر شهر 10. هل نزلت الجيم في الفتره دي؟ اكيد لا. طيب السؤال اكثر اهميه: ازاي عملت الترانسفورميشن دي؟ ايه الخطوات او الستبس اللي انا اعملها علشان اتحول زي الترانسفورميشن دي؟ خطوه رقم 1: دافع النفسي، المينتال موتيفيشن. دافع النفسي اللي هو تبقى مهيئ نفسك ان انت هتجو ثرو ذس جيرني، ان هو انت هتبتدي في رحله طويله، ولازم تكون صبور جدا مع الرحله ديت، والا مش هتقدر تكمل فيها. خطوه رقم 2، وهي انك تعرف كميه السعرات الحراريه اللي جسمك عايزها. كنت اتكلمت انا في موضوع السعرات الحراريه ده، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس لو حابين تشوفوا الفيديو اللي فات اللي اتكلمت عنه بالتفصيل عن السعرات الحراريه وكميه السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها. طبقا لوزني وسني وطولي، انا جسمي كان محتاج 1900 سعر حراري علشان يخس نص باوند بير ويك، هاف باوند بير ويك، اللي هو بيعادل من 220 ل 300 جرام. طبعا انت هتقول 220 ل 300 جرام ده رقم قليل جدا. صدقني زي ما قلت لكم في الاول، الموضوع يا جماعه في الكوميتمنت او في الكونسستنسي. لازم تبقى عامل حسابك ان الموضوع ده بيبقى واحده واحده، والكيرف بتاعك ما ينفعش يبقى نازل قوي كده، لازم يبقى بينزل واحده واحده، علشان لو نزلت الوزن مره واحده هتجين الوزن ده برضه بسرعه. طيب ال 1900 سعر حراري دول كانت السبليت بتاعتهم كالتالي: كانت 40% من السعرات الحراريه دي بروتين، 30% كربوهيدرات، و 30% فات. هتكلم برضو عن التمرين ان شاء الله باذن الله باستفاضه في الفيديو. بجانب الاكل طبعا كنت بتمرن التمرينات العاديه وبلعب كارديو برضو علشان جسمي يعني يبتدي ينزل اسرع، مرتين في الاسبوع على السلم. لو حد متابعني هيعرف ان انا بلعب الكارديو بتاعي برضو على السلم. ابتديت ب 20 دقيقه. لكل الناس بقى اللي بتقول لك انت دلوقتي بتلعب 40 دقيقه بمنتهى السهوله والكلام ده، يا جماعه انا والله العظيم ابتديت من 5 شهور ال 20 دقيقه. يعني كنت بادئ كارديو 20 دقيقه على السلم، كنت مش ما بقدرش اكمل 5 دقايق، اللي هو كل 5 دقايق مش قادر اخد نفس. مع كلمه كارديو ديت اصلا هي من كلمه يونانيه اصلها كارديا، كارديا يعني عضله القلب. قبل ما تمرن اي حاجه يا جماعه لازم تمرن عضله القلب، بجانب الفات لوس لازم تلعب كارديو. ايه هو التطبيق اللي انا كنت بستخدمه؟ كنت بستخدم تطبيق ماي فيتنس بال. هل كنت بوزن الاكل بتاعي؟ اكيد. كل حاجه كنت باكلها على مدار اليوم كنت بوزنها بالجرامات. طيب بالنسبه للتغيير، هل ال 1900 سعر حراري دول استمروا معايا ال5 شهور؟ اكيد لا. ركزوا معايا بقى يا جماعه في النقطه اللي جايه دي. يا جماعه انت يوم ما تقرروا ان انتوا تبتدوا تعملوا دايت، بلاش تخش خبط لزق كده مره واحده انا هخش اعمل دايت وهكسر الدنيا، انا هقطع كارب وهقطع سكر وهقطع ملح وهقطع كل حاجه في الدنيا. فطبعا انت يعني الترانزيشن بتاعتك ان انت كنت بتاكل جونك فود وبتاكل اكل البيت العادي، مره واحده بقيت تاكل رز مسلوق وما بتاكلش اي حاجه وما بتشربش اي حاجه فيها سكر، الوضع بقى مزري بالنسبه لك. فجسمك بيقول لك انت معلم انت بتعمل ايه؟ لا 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 انا مش قادر اكمل. فاكس فوق من الكلام ده، تعالى نرجع تاني للايه؟ للاكل الجميل بتاع زمان. الفكره يا جماعه ان انت تبتدي واحده واحده، ما ينفعش تبتدي مره واحده كده تقول له انا بدل ما باكل 3000 سعر حراري انا هاكل 1000 سعر حراري. غلط. انت المفروض تبتدي بالكميه اللي جسمك عايزها وتطرح منها 500 سعر حراري، وده المعدل البطيء والسليم ان انت تخس بيه الدهون. كنت بتابع الدنيا ازاي؟ كنت بتابع الدنيا عن طريق حاجتين. اول حاجه الفيجواليزيشن، اللي هو انا بقف قدام المرايه بشوف
جسمي بدأ يتغير، عضلاتي ايه اللي حصل فيها، بطني بدأت تنزل شوية، مش عارف ايه. تاني حاجة الميزان، كنت بعمل الموضوع ده كل قد ايه؟ كل 4 اسابيع. كل 4 اسابيع كنت بغير الدايت بتاعي وبغير التمرينه بتاعتي وبغير كمان الكارديو سيشنز اللي انا بعملها. اسمك ده سبحان الله، ربنا خلقه بيموت في حاجه اسمها ادابتيشن، بيحب التكيف جدا. يعني انت لو بدات ب 1900 سعر حراري وبتلعب مرتين كارديو في الاسبوع، هتلاقيه بعد وقت ما ايا كان الوقت ده هتلاقيه ثبت عليه، فلازم بعد كده تبتدي تغير فيه. طيب انا عملت ايه؟ بعد اول 4 اسابيع نزلت من 1900 سعر حراري، خليتهم 1700 سعر حراري، نزلت 200 سعر حراري بس، 200 سعر حراري، وابتديت العب كارديو بقى 20 دقيقه، زودت 5 دقايق بس، خليتهم 25 دقيقه. ده بالنسبه لتاني شهر او تاني 4 اسابيع. في تالت شهر بقى الموضوع بيبتدي يجيت تف، الموضوع بيبتدي يصعب شويه، ببتدي انزل السعرات الحراريه اكتر واكتر. يعني انا ابتديت 1900، نزلت ال 1700، نزلت بعد كده 1500 سعر حراري. 1500 سعر حراري كان بالنسبه لي انا عشان جسمي صغير، فقدرت لحد ما برضو لو اكل كويس. بالنسبه للتمرين طبعا الطاقه بتاعتي كانت قلت شويه، في الوقت زودت الكارديو من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. لو حد قال لي هو ما كانش فيه ابس اند داونز، اكيد طبعا يا جماعه اي حاجه في الدنيا بيبقى فيها ابس اند داونز، مفيش حاجه في الدنيا بتفضل ماشيه خط مستقيم على طول او بتنزل خط مستقيم لتحت. بس انت لازم بقى ايه الحنكة هنا، ان انت لازم تلاقي الحاجة اللي بتبوش يو فورورد، او الحاجة اللي بتموتيفيت يو، بتزقك لقدام. ايه الحاجة اللي بتزقك لقدام؟ كل واحد مننا ليه حاجة معينة كده بتخليه يجات موتيفيتد. انا بالنسبة لي مثلا بحب اغير في شكلي، يعني كنت مثلا وصلت لمرحلة ما في الشهر الثالث كنت بشعر وبدقن ومش عارف ايه، انا بالنسبة لي بحب اغير، فحلقت دقني وحلقت شعري شكلي اتغير تماما، صدقني ده بيغير في نفسيتك 360. طيب الشهر رقم 4 جه، شهر رقم 4 ثبت 1500 سعر حراري زي ما انا، بس زودت السيشنز الكارديو من مرتين في الاسبوع خليتهم 3 مرات في الاسبوع. اخر شهر بقى ده اللي هو الشهر اللي فات، ده اللي هو كان من اصعب الشهور. من اصعب الشهور ازاي؟ من اصعب الشهور لان انا نزلت الكالوريز بتاعتي من 1500 ل 1200، فانت متخيل الفرق؟ كنت بادئ ب 1900 دلوقتي باكل 1200 سعر حراري. لا ومش كده وبس، الكارديو سيشن خليتهم 4 مرات في الاسبوع، كنت بلعب من 4 ل 5 مرات. يا جماعه مفيش سيكريت انجريدينت، مفيش حاجه تاخدها هتحولك، هو الفكره كلها الهارد ورك، ولما يبقى عندك معلومات كافيه عن الدايت وفي نفس الوقت عن التمرين، فتفهم ان انت لازم تبوت ذا فورك داون. لازم تسيب الاكل شويه، لازم تاكل اقل علشان جسمك يبتدي يجاد ديفلوبت زي ما قلت لكم، لان جسمك كده كده بيموت في الادابتيشن وبيحب يستقر عند كميه السعرات الحراريه اللي انت بتديها له على مدار اليوم. حته بقى التشيت داي او التشيت ميل او الهاي كارب اب داي دي هسيبها لفيديو تاني علشان دي قصه بيطول شرحها. يا رب اكون جاوبت على كل الاسئله المتعلقه بالترانسفورميشن دي، تقولي في الكومنت داون بلو يا جماعه ايه رايكم في الترانسفورميشن، ولو حابين برضو في سؤال بس انا ما جاوبتهوش او سقطته يا ريت تسالوه لي. اللايك ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر على مجال اكبر، ففي ناس تانية تشوفه وفي ناس تانية تستفاد، واشوفكم الحلقه اللي جايه.